أهلا بيكم في برنامج فرفش. لو بتدور على حاجة جديدة تعملها أنت وصحابك يبقى لازم تجربوا هينت هانت سكيب جيم. هينت هانت لعبة مصممة علشان تناسب المجموعات الصغيرة. قدامكم 60 دقيقة عشان تحلوا مجموعة من الألغاز الصعبة والنتهات الغامضة في غرفة صغيرة، والهدف أنكم تخرجوا من الغرفة قبل ما 60 دقيقة يخلصوا. اللعبة بتنمي روح الفريق لأنكم هتقابلوا تحديات تخليكم تشغلوا دماغكم وتحاولوا تفكروا مع بعض عشان تحلوا اللغز. مهما كنت محترف ألعاب أونلاين وفيديو جيمز، جه الوقت اللي تختبر فيه مهاراتك على أرض الواقع. هينت هانت موجودة في الدور الثاني في تايمز سكوير في شارع الشيخ زايد. لو عاوزين تتعرفوا على أماكن تانية في دبي، اتفرجوا على برنامج فرفش على دبيات.tv وتابعونا على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب.